الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شتوم الميتة؟ فإنه يطلى به السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشتوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي الباب عن عمر وابن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أخواني، بس هذه الفرجة لماذا تغلق؟ هذه الفرجة، جزاك الله خير. ثم أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام. وذكر حديث جابر أنه عام الفتح بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، وذكروا أنها يعني أن الناس يستعملونها، يطلون بها سفن. السفن كانت تصنع من الخشب، والآن يستعملون ما يسمى بالزيت الحار، ينقعون به الخشب حتى لا يعني حتى لا يمتص الماء. هم كانوا يطلونه بالشحوم، بدل ما يستعمل شحوم الأشياء الحية وكذا، يستعملون الشحوم التي تلقى وهي لحوم شحوم الميتة، ويدهنون بها الجلود حتى يعني إذا الجلد جف يعني يكون سببا في طراوته، ويستصبح به الناس، أي أنهم يستعملونه في المصابيح لينوروا لهم هذا بالمصابيح، يعني أنه يتحول إلى دهن، وبعد ذلك يعني يستصبح به، أي يجعلونه كالوقود بالنسبة للمصابيح. قال: لا، قال لا، يعني أنه لم يجز لهم، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله يعني قاتل الله يعني لعن الله أو أهلك الله من يفعل هذه الأفعال التي سيأتي ذكرها. وهذا وإن كان عليكم السلام وإن كان موجها إلى هؤلاء الذين فعلوا هذا، لكن هذا اللعن إنما أريد به هذا الفعل، لأنهم فعلوا هذا فلعنوا، فهذا يدل على أن هذا السبب في اللعن، وبالتالي فربما يتعدى هذا اللعن إلى من يفعل ذلك من الناس. قال: حرم الله عليهم الشحوم. حرم الله عليهم الشحوم، وغيرهم قد يكون حرم الله عليهم شيئا آخر، لأن هؤلاء بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه حرم عليهم الشحوم. قال: حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، فحرم عليهم بعض الشحوم. فماذا فعلوا؟ قال: فأجملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن هي محرمة، ومع ذلك باعوه وأكلوا ثمنه، هو محرم، فثمنه محرم، كما جاء في لفظ آخر: وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الباب عن عمر بن عباس، هما شايفين القطعة لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم. نعم، أي نعم، هما شاهدان لمسألة قصة اليهود أو ذكر اليهود. قال: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، واضح أن هذا هو المعتمد، أنه يحرم بيع الخمر
ويحرم بيع الميتة والخنزير وكذلك ما يعني بيع ذلك أو بيع جزء من ذلك، كل ذلك محرم. الآن الشحوم التي حرمت على اليهود ليست شحوم الميتة، الكلام كان سواء كانت ميتة أو مذكاة. الله عز وجل حرم عليهم الشحوم سواء كانت مذكاة أو ميتة، فكانوا يجردون الدهن ويأكلون اللحم ليش فقط الذي بدون دهن، إلا إذا كان شحم ظهر أو ما كان بين عظم ولحم، يعني المقصود هناك مواضع فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجوع في الهبة. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال: من وهب هبة لرحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. كراهية يعني تحريم. ثم ذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. كان العلماء لهم في مسألة تحريم الهبة أو في حكم الهبة خلاف، فمنهم من قال هو محرم، ومنهم من لم يحرمه باعتبار أن المثال الذي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على التحريم، فقال: لا يحرم على الكلب أن يعود في قيء. نعم، هي الصورة قبيحة، لكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، وبالتالي فهذا لا يحرم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفتاوى المجلد 32 صفحة 58 و200 أن الشافعي وأحمد حصل بينهما مناظرة، وأن الشافعي كان يقول بعدم حرمة العودة بالهبة، طبعا الشافعي يقول بحرمتها، لكن أنه كان يقول بعدم حرمتها، وذكر أن الدليل الذي يمنع العودة بالهبة هو نفسه الدليل على جواز العودة بالهبة، لأن الحديث جاء فيه التمثيل بعودة الكلب في قيئه، وهذا لا يحرم على الكلب، إذن فعودة الإنسان في هبته لا تحرم. فأجابه الإمام أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، فحج الإمام الشافعي بذلك. هذه المناظرة ذكرها عدة من أهل العلم، لكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه، وهذه حجة واضحة: ليس لنا مثل السوء، حتى لو كان الكلب يحل له ذلك، لكن ليس لنا مثل السوء، إذن لا يحل لنا، وإن كان يحل للكلب ولكنه في قبحه كالكلب يعود في قيئه. ما هي صورة القبح في ذلك؟ لو أن الكلب قاء لكان ذلك قبيحا، لكن الأقبح هو رجوع الكلب في قيئه،
أي أنه أن طعام الكلب لا يستطيع الإنسان أن ينظر فيه، فقيء الكلب أسوأ، والأسوأ من ذلك كله أن يأكل الكلب قيئه مرة أخرى. هذه الصورة تشبه صورة الذي يعود في هبته. قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث الذي في الباب، قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا صحيح، هذا من الأحاديث التي صحت، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وذكر أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا بل حديث ابن عباس، قال عن حديث ابن عباس يرجع، قال عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بالذي سبق ذكره. إذن وهذا صحيح أيضا، إذن صار عندنا مجموعة من الحديث الصحيح. الحديث الذي فيه لم يذكر هنا إسناده، لكن ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الإرواء، في الإرواء برقم 24 و600 وألف، صححه هناك. الحديث الآخر الأخير هذا أيضا حديث صحيح، هو حديث من ابن عباس وابن عمر. قالوا العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، يعني المحارم أن يهب الرجل أخته، عمته، خالته. كلمة ذي محرم لذي رحم محرم، طيب هناك محرم وليس بذي رحم، مثل الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والعبد مع سيدته، فهؤلاء محارم، يعني لا يحل لأحد منهم أن يتزوج من الآخر، ولكنهم ليسوا بذوي رحم. الآن نلحظ هذا القول يتعلق بماذا؟ بذي الرحم المحرم، فهو مشروط به شرطان، أو مشروط فيه شرطان لغير ذي رحم. قال ومن وهب هبة، نعم، قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع في هبته. هذا قول بعض أهل العلم. قال نعم، قال ما لم يثب منها، أي ما لم يعطى مقابل الهبة، يعني وهب واحدا من الناس فذاك في المقابل كافأه، إذا كافأه فحينئذ يحرم عليه، سواء كان من ذي رحم محرم أو غير ذي رحم محرم. هو هذا 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 ذكر هذا في بعض النسخ، جاء أنه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن هذا قول منقول عن هؤلاء. المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام هو النهي عن الرجوع في الهبة باعتبار، والنهي عن رجوع بالهبة مع استثناء ما يعطي الوالد ولده. أما مسألة ما يثاب عليه أو لا يثاب، ومسألة ذي الرحم بالنسبة لما يثاب أو لا يثاب، الفرق بين ما يثاب عليه أو لا يثاب، في بعض الهبات لا تعطى مقابل مكافأة، يعني الآن من الناس من يهدي هدية ويريد من ورائه مكافأة. النبي عليه الصلاة والسلام كان تأتيه الهدايا، فكان بعض الناس يشق على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي، يعني يقدم الهدية ثم يطلب المكافأة. حتى في حديث، من يذكر الحديث، هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو إيش، من يذكر الحديث؟ لأنه يعني شقوا عليه في قضية طلب المكافأة على الهدية. أنا لا أذكر الآن لفظ الحديث، إلا أنه عليه الصلاة والسلام هم أن لا يقبل هدية من إلا من يعني من شرائح معينة من الناس، لأن هؤلاء عندهم عفة في طلب المكافأة على الهدية، وإنما يعطون الهدية. لكن أحيانا فعلا الإنسان يقدم الهدية لمكافأة، يعني يكون بينه وبين الناس علاقات، يقدم هدية وينتظر منهم أن يكافئوه على تلك الهدية.
قرشيا او انصاريا او هممت ان لا ايش اذكر الحديث مره ثانيه. وايم الله لا اقبل بعد يومي هذا من احد هديه الا ان يكون مهاجرا قرشيا او انصاريا او روسيا او طقس. نعم وايم الله لا اقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا يعني لأن هؤلاء لا يعني لا يشقون على الإنسان يعطي الهدية بعض الناس ثم يطلب أضعاف أضعافها لكن هذا موجود عند العرب الهدية تكون بمقابل يعني يكون فيه مكافأة على الهدية يعطي الهدية يأخذ عليها مقابل على كل حال أما إذا كانت الهدية ليس المراد منها المكافأة فليس له أن يرجع فيها أما إذا كان المقصود منها المكافأة وهذا فيه تواطؤ بين الاثنين ثم هذا الآخر فإن كافأه لزمه لم يرجع في الهبة وإن لم يكافئه استرد الهبة هذا المقصود من قول هؤلاء الذين يقول ما لم يثب منها هذا هو الذي قال وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها يعني بقطع النظر أنه أثيب أو لم يثب من ذي رحم أو غير ذي رحم إلا ما يعطي الوالد ولده واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده والحديث ذكرنا أنه حديث صحيح فهذا هو الاستثناء الصحيح في هذه المسألة والسر في رجوع الرجل في عطيته ولده أن الولد من كسب أبيه أنت ومالك لأبيك فما أعطاه الأب من باب أولى بخلاف غيره ثم الأب أكثر أشفاقا على ابنه ورحمة بابنه فهو لا يحرمه ما يعني ما يعلم من نفسه أنه يعني يضره بحرمانه فلذلك الأب مسلط بما لا يسلط على الولد غيره بالمناسبة الحديث الباب السابق في حديث حرم الله عليهم الشحوم أنهم جملوه وباعوه وكذا وأكلوا ثمنه فيه دليل على تحريم الحيل في المبيع هذا أنا ما نسيته يعني هذا الباب يدل على تحريم الحيل في المبيع الآن نحن نرى أن بعض المؤسسات تبيع أشياء محرمة وتحريمه سببه الربا فماذا تفعل؟ تجعل حيل بحيث يعني يغيرون الصورة فإذا قلت أقول لك لا هذه ليست صورة الربا مثلا هؤلاء لما كانوا يبيعون الشحوم ماذا يفعلون؟ يحولون يذيبون الشحوم العرب عندهم الشحم يسمى شحما طالما أنه جامد فإذا ذاب صار ودكا تغير الاسم إذن يجوز بيعه هذا الأسلوب اللي هو تغيير الأسماء ثم بيع الأشياء لأنه تغيرت الأسماء هذا من أعمال اليهود في السابق وإن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في آخر الزمان يعني تباع الخمر يسمونها بغير اسمها هذا كان من أسلوب اليهود السابق وبالتالي من فعل هذه الأفعال فإنه يعني تلزمه هذه الأحكام لأن الأفعال في أما لا يقول واحد والله هذا فقط متعلق بالشحوم هي الشحوم عندنا ما هي محرمة الله عز وجل أباح لنا يعني وإيش قال ربنا سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم شيخ يعني إذن هذه الأحكام ما هي محرم علينا لكن محرم أنك تبيع مثلا من الشحوم شحوم الميتة أو جلود الميتة ما لم تدبغ لا يجوز بيعها قبل دباغتها وبعد دباغتها على القول ب يعني بيعها بعد دباغتها اختلف العلماء هل تباع إذا كانت من شحوم الميتة من غير التي تذبح وتذكى ولا كل الميتة فيدخل في ذلك الكلب والخنزير والجمهور أنه لا يدخل في ذلك حتى الكلب والخنزير والسباع والحياية ونحو ذلك وأنه بعد الدبغ إنما يحل ما يعني لحم الميت الجلد الميتة الذي حصل عليه الدباغ وعليه فإذا كان غير مدبوغ لا يباع حتى يدبغ وإذا دبغ خرج من هذه القاعدة لحديث ميمونة هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ويستدل على عدم الجواز قبل الدباغ بحديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب والعصب على كل حال أحببت أن لا أضيع هذه الفائدة عن في الدرس في الباب الماضي وفي هذا الباب الخلاصة إذا وهب الإنسان هبة
فليس له أن يرجع فيها بمجرد أن يقبلها الآخر. قبل أن يقبلها الهبة ليست مقبوضة، فليس هنا ليس لا يسمى رجوعا، وإنما لا يسلم لا يكمل. لكن وبالتالي لا بأس، يعني واحد فكر بأن يعطي هبة أخرجها من جيبه، أخبر إنسانا أن سيعطيه، هذا عبارة عن وعد، هذا عبارة عن وعد، وهذا الوعد لا يلزم الإنسان إلا إذا يش إلا إذا جزمه والتزم به عن عقد. وأما إذا استلم الآخر الهبة وقبلها فحينئذ صارت هبة، ويمنع الإنسان من الرجوع فيها إلا أن يكون إيش؟ إلا يكون الوالد مع ولده فقط، والله أعلم. نعم. يعني ما في موضوع ذي محرم وغير ذي محرم؟ لا، ما في دليل، ما في دليل، ونحن مع الدليل حتى 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 يأتي ما يخالفه، والذي يحتج به الإمام الشافعي يعني النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العرايا والقصة في ذلك. حدثنا هنام قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر: حديث زيد بن ثابت هكذا، حديث زيد بن ثابت هكذا رواه محمد بن إسحاق هذا الحديث. ورأيه هو عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. حدثنا أبو كريم قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسر أو كذا. حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه. وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسر أو فيما دون خمسة أوسر. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسر. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا التمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسر أن يشتروها فيأكلوها. وقال خلاص يا أبو المين. طيب باب منه ايش الحديث اللي فيه؟ باب منه ايش هو الحديث؟ انا ايش حسن العليم الحلواني اي اقراه. باب منه: حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثه ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمه حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. قال: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. كنا قلنا لكم ذكرونا في الكلام في هذا، لكن الحمد لله هذا الباب سيغني إن شاء الله تعالى. طيب، الآن هذا الباب ذكر فيه حديث زيد بن ثابت في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وتكلمنا عن قضية المحاقلة والمزابنة، وهي المحاقلة والمزابنة كلاهما بيع الثمرة بنفسها على أمها، سواء كان في الزروع فهي محاقلة أو في الثمار فهي إيش؟ مزابنة. حديث
ابن عمر وحديث زيد بن ثابت أحدهما طبعا هو مروي هكذا من مسند زيد بن ثابت على الوجهين، يعني مذكور فيه مسألة النهي عن المحاقلة والمزابنة والاستثناء العراية، وأن هذا من مسند زيد بن ثابت، أن كلا هذين الأمرين زيد، وجاء أيضا من طرق أخرى أن النهي عن المحاقلة والمزابنة من مسند ابن عمر، وأن الاستثناء العراية من مسند زيد بن ثابت، وثبت أي النهي عن هذا وهذا والاستثناء من مسند أظن رافع بن خديج، ها؟ نعم، وسهل بن أبي حثمة، على كل حال سنأتي إليه. لكن لا إشكال في صحة المستثنى والمستثنى منه، لا إشكال في صحة الترخيص في العراية، وكذلك في صحة النهي عن المحاقلة والمزابنة. وضحت إيش المحاقلة؟ من يرفع يده ويقول المحاقلة كذا؟ يبين إيش المحاقلة؟ تفضل. المحاقلة إيه؟ المزابنة العكس. تفضل عكس المحاقلة إيه؟ يعني بيع الثمر أو الزرع على أمه. إيه؟ الحب. الحب أن تبيع الحب اليابس بالحب على رؤوس السنبل، هذه المزابنة. لذلك لابد من تبين. أنا سألت عن المحاقلة، وأنا أظن أن هذه الأسئلة يكون واحد غافلا عن المقصود، لكن تؤدي إلى التفريق بين الأسماء. هذه هل نعتبرها من غريب الحديث يا أحمد؟ هذه لأن صارت غرائب في هذا الزمان، ما أحد يتعامل مع هذه. الحقل، هل أنت تسمي النخيل حقل؟ طبعا لا، تسميه الزرع. إذن مع أن هذا كلها ثمرة في الواقع، لكن نحن نقول الزروع والثمار. الفقهاء يقسمون ليش الزكاة، مثلا زكاة الزروع وزكاة الثمار. زكاة الزروع يدخلون فيها الشعير والقمح، وزكاة الثمار يدخلون فيها التمر والزبيب. واضح؟ الزروع نسميه محاقلة، فبيع القمح الأصفر هذا الجاف الناشف بالفريكة اللي هي في السنبل، هذا اسمه محاقلة، حرام. واضح؟ هذه في الزروع. في الزروع كذلك إذا كان شعيرة أو كان أرزا يابسا يباع على إيش؟ على السنبل، هذا محرم، يعني يباع بما في السنبل، لأن هذا فيه مشكلتان. المشكلة الأولى أنه إذا يبس ينقص ولا ما ينقص؟ اثنين، لا يمكن قطفه في تلك الحالة، إذن سوف يأخذ زمنا حتى يقطف، فيكون ذريعة إلى شراء الشيء إلا نسيئة. واضح؟ ثاني، شراء الثمرة وهي اللي نفرض أنه نخيل، فيكون إيش؟ يكون رطبا بسرا بلحا، أن يشتريها بالتمر الإيش؟ اليابس الناشف. ففيها المشكلتان. المشكلة الأولى أنه غالبا إذا كان بسرا فإنه لن يأكله حتى يصير إما بلحا أو يصير رطبا أو ينتظره حتى يصير تمرا، وبالتالي فإنه بذلك يكون إيش؟ ذريعة إلى البيع والشراء إلى أجل، وإن كان ليس محققا في هذا الأمر، لأنه ممكن هو يقطف هذا كله، لأنه حصل بيع، إذا حصل تخلية خلاص. والمشكلة الثانية هي الأظهر، وهي أنك تبيع شيئا بمثله غير متماثل، والجهل بعدم التماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة، الجهل بعدم التماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، حكم واحد. طيب العلم بالتفاضل، يجوز للإنسان أن يبيع الثمرة بمثلها متفاضلا؟ ما يجوز، صحيح ولا لا؟ الجهل بهذا التماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، وأظن أننا تكلمنا في قضية المزابنة والمحاقلة هذه المرة الثالثة بالنسبة للسنن الترمذي، هذه مرة ثانية، وأرجو أن تحفظ.
وإذا سألنا مرة ثانية يكون فيه إيش جواب واضح. نرجو. طيب قال إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أو إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ما هي العرايا؟ الآن الذي عنده بستان من النخيل وأراد أن يتصدق ويتعجل بالصدقة ماذا يفعل؟ ينظر يقول والله ما شاء الله السنة هذه ربنا سبحانه وتعالى ميسرها والأمور تمام، ما بدي أنتظر حتى يجي وقت ليش الجداد أو الجد أو القطف أو كذا أو الحصيدة، لا أنا بدي إيش؟ بدي أتصدق من الآن صدقة غير الزكاة. ماذا ستفعل؟ ما هي خلاص أنا هي نخلة نخلتين لوجه الله تعالى، مر به فقير فقال هاتاني نخلتان لك، لما بيطلع إيش اللي بيطلع عليهم إلك، هذه هبة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يعني، لأن هذا لو بده يبيع لابد من أن يكون إيش قد أو يعني الصفار أو حمار، لكن الآن إيش هذه هبة، الحمد لله بارك الله فيك شكرا، دعا له وذهب. طالت الأيام، هذا مطول لما يصير تمر وهذا فقير ماذا سيفعل؟ فيأتي إلى صاحب النخل يقول له إيش رأيك تشتري مني، ها أنا أريد أن أتعجله تمرا وأنت ما عندك مشكلة مع بقية النخل، ها لما يجي هذا وأنت رجل الحمد لله ربنا معطي. فنظر صاحب النخل وقال طيب هذا الفقير كل ما يأتي مثلا بده يتأكد من النخيل أن والله النخلة طابت ولا ما طابت، أو أريد أن أخذ عنها شيء أتفكه ببعض الرطب، فيدخل بستاني ويخرج من بستاني ويجلس في فإذا باعه إياها استفاد الفقير تمرا واستفاد صاحب الصدقة أنه تخلص من إيش من أذى الفقير في بستانه. إذن فيه مصالح ولا لا؟ ومصلحة عظيمة للاثنين. وهو في نفس الوقت التفاضل معلوم ولا مجهول؟ معلوم. مجهول. مجهول. معلوم ولا مجهول؟ مجهول. طب أنت إيش تعرف أيهما سيكون ربحان أكثر إذا كان معلوما، صاحب البستان ولا صاحب التمر؟ ما نعلم. أيوة فيما إذا لما يحصل مثل هذا الأمر ويكون عندما تكون المشكلة في الذريعة في المحرم تأتينا قاعدة مباشرة مفاجأة، وهي ما حرم لأجل مفسدة مضنونة أبيح من أجل مصالح راجحة، ما حرم لأجل مفسدة مضنونة أبيح من أجل مصلحة راجحة. الآن أيهما أرجح؟ أن يبقي الفقير النخلات لما تصير تمر أو لما تصير على نسخ واحد وبعدين يجي يجدها كلها، ولا الآن هو يأخذ تمرا ويروح خلاص والغني أيضا يرتاح من هذا الفقير، أيهما أكثر نفعا؟ يأخذ تمر ويمشي، وحتى الغني المرة الجاي بيقول والله بدي أصدق في نخلتين بينسى الغلبة السابقة، لكن لما يدخل عليه ويطلع ويقول والله أنا لي نخلتين يا أستاذ ما بقدر أتابع النخلتين، طيب بيجي لآخر السنة السنة الجاي بيجي يصدق يقول والله أنا خايف أصدق يطلع لي واحد مثل الرجال السنة الماضية، لا خلاص بتصدق لما يجي إيش الموعد بأخرجها مع الزكاة. طيب أيهما أكثر إنفاقا على الفقير؟ لما يطلع عرايا وبعدين لما يجي وقت الزكاة يزكي، ولا لما يقول خلاص مع الزكاة بطلعها زكاة وخلاص؟ ها لما يجي يزكي بيقول لك أنا علي فيها إيش نصف العشر لأني أنا بسقيها، أو علي العشر لأنها إيش وخلاص، ما بيشجع أن يطلع نخلتين لوجه الله تعالى، يمكن نخلتين فيها خمسة أوسق وحدها، ها لكن خلاص. طيب إذن واضح الأمر إخواننا، إذن هنا صار استثناء. طيب الآن أنا لما اشترى الفقير من الغني، الغني أعطاه شوالين تمر وقال له روح، هذا مقدرها يعني خرصا، الخرص هو عبارة عن إيش تخمين كمية، أعطاه الشوالين ومشي، مقابل إيش هذه الشوالين؟ مقابل الثمرة اللي على النخل. وين وين المساواة بين في تفاضل ولا ما في تفاضل؟ قد يحصل تفاضل، قد يحصل تفاضل. وبالتالي طيب ما هذه هي صورة المزابنة؟ نعم.
فيما دون نلحظ هنا أنه هناك رخصة وهي استثناء. إذن الصورة المزابنة ما زالت موجودة ومع ذلك أبيحت. هنا 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 يصبح هنا الرخصة أن المحرم بحاله ما تغير، وإنما الذي تغير الهدف من هذا جاء يبيع ويتاجر، لكن ذاك جاء من أجل حاجته، ها؟ من أجل حاجته. وكذلك صاحب النخل من أجل حاجته يعطي. وبهذه الصورة صار عندنا استثناء مع أن الحكم مع أن المسألة بحاله ما تغيرت. وضحت الصورة ولا لا؟ طيب الآن هذا الفقير راح جمع النخل من هون ومن هون ومن هون، طلع عنده 20 نخلة، وقال أنا بدي أسوي إيش؟ صفقة عراية. قالوا لا، إيش صفقة العراية؟ يطلع لك حوالي 20 وسق ولا 3-4 أوسق، ها؟ 5 أوسق 6 أوسق بدك إيش؟ كم قدر؟ والله قدرتها بأربعة أوسق كل ماشي ما في مشكلة، أما والله قدرتها بستة أوسق أنت عليك زكاة يا أخي، ها؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أنت عليك زكاة، كيف بدك تبيعها؟ إذا كان عند الإنسان 5 أوسق من التمر عليه زكاة ولا لا؟ عليها زكاة. إذن متى يبيع، متى يستطيع أن يبيع بالعراية بالتمر على النخيل، على النخيل؟ إذا كان ليس في ماله زكاة. واضح؟ طيب نلاحظ هنا أنه الحديث قال أنه رخص في العراية. طيب وجاء في حديث أبي هريرة أرخص في بيع العراية فيما دون 5 أوسق أو كذا أو كذا، لأن الرواة الذين رووا هذا الحديث منهم من قال 5 ومنهم من قال دون 5، فكلمة أو كذا يعني كأنه يقول أو ما في معنى هذه أو كلمة أخرى. فماذا فعل الفقهاء؟ قالوا خلاص فيما دون 5 أوسق، يعني حسموا الموضوع. الفرق بين الفقهاء وأهل الحديث في هذا أنه يقول لك لا، أنا سأبقي الحديث كما هو، مهما جاء فقهاء في المستقبل يستطيعون أن يستفيدوا من الحديث. الفقهاء ماذا فعلوا؟ قالوا إحنا حسمنا الموضوع. ليش؟ لأنه إذا قال إلا ما كان 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق عندنا مشكلة، لأنه إذا كان ما دون 5 أوسق ما في مشكلة لأن هذا ما هو بغني، وإذا كان 5 أوسق إذن جاز للغني صاحب المال المزكى أنه إيش؟ أن يبيع العراية. ثانيا أنه طالما أنه بين الحدين، ومن باع 5 أوسق الآن إذا كان 5 أوسق وباعه على أنه عراية، نحن متأكدون إذا كان 5 أوسق، إذا كان دون 5 أوسق متأكدون أنه ليس داخلا في الحرام. وقال لك إلا ما كان 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق، فإذا كان عنده ما دون 5 أوسق فنحن متأكدون أنه غير داخل في الحرام. هاي انتهينا منها؟ واضح ولا لا؟ عندنا قال أنه أرخص فيها فيما دون في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. وين الموضع اللي احنا متأكدين أنه صحيح 100%؟ أن يبيع فيما دون 5 أوسق. خلاص بقي عندنا صورة واحدة، وعندنا هذا الحديث 5 أوسق ما دون 5 أوسق أو كذا. ظل عندنا في حديث واحد فقط، وهو إيش؟ ما كان 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق فقط. الراوي شاك أو متأكد؟ ما زلت أنتظر. الراوي لما يقول في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق شاك أو متأكد؟ طيب ما هو الذي أنتم متأكدون منه؟ دون 5 أوسق فنلقي إيش؟ المشكوك فيه. انتهت القضية. واضح ليش عمل الفقهاء بهذا؟ فما واحد يأتي يقول والله منهج الفقهاء مختلف عن منهج أهل الحديث، أهل الحديث يرون الحديث وهم ملتزمون بألفاظه، ولو فعلوا خلاف ذلك لخانوا الأمة. والفقهاء يأخذون المستفاد من الحديث وينظرون في مقاصده، ولو خالفوا ذلك لخانوا الأمة. وين الخلاف؟ المشكلة في عقول الذين لا يعرفون الجمع بين أصحاب العلوم. كل صاحب علم له عمل، هذا الرجل المقصود عنده العمل بالنصوص، وذاك المقصود عنده تحقيق ألفاظ النصوص وصحة هذه الألفاظ. أنا عندي هذا اللفظ صحيح وهذا صحيح، كيف سأعمل؟ أنت صاحب حديث جزاك الله خير شكرا، بس ماذا أعمل؟ عندي 5 أوسق يحل ولا ما يحل؟ ما حلت لي المشكلة. الفقيه قال له لا ما بحل لك، انتهى، حتى لا تبقى القضية إيش؟ موضع معركة بين الناس. هكذا
هذا الفرق بين الايش بين الفقهاء والحديث. طبعا الفقهاء المحدثين يقولون بهذا، يعني فقهاء المحدثين ليسوا مختلفين عن فقهاء غير المحدثين. ففقهاء المحدثين يعني فقهاء اهل الحديث يقولون بهذا، يقولون انه اذا كان اكثر من اذا كان اكثر من ما دون خمسه اوسق، يعني خمسه اوسق فما فوق لا يحلون، انتهت القضيه. نعم خمسه اوسق فما فوق هذه، وطبعا نحن نتكلم في الدليل. واما التعليل فلانه غني، لانه غني. طيب ايش علاقه الغنى والفقر في القضيه؟ العرايا صدقه ولا ما هي بصدقه؟ صدقه، وبالتالي فتعامل مع الصدقه، تعامل مع الصدقه كانها صدقه، تعامل البيع والشراء. لكن لو كانت هذه فوق خمسه اوسق او خمسه اوسق فما فوقها، تحول هذا الذي عنده مال صدقه له الى انسان صار مطالبا باداء الزكاه. لان الانسان اذا كان عنده خمس، قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. فاذا كان عنده خمسه اوسق عليه صدقه ولا ما عليه؟ عليك صدقه، اذا انت ليس لك ان تبيع العرايا. وضحت القضيه؟ هذا تعليل، فرق بين الدليل وبين التعليل. طيب نلحظ انه عقد الامام الترمذي بين حديثي ابن اسحاق ومن خالفه مثل ايوب وفلان وفلان مقارن، فقال الحديث الاول ابن اسحاق اخطا فيه، جمع حديثين، جمع حديث ابن عمر من مسنده وحديث ابن عمر عن زيد بن ثابت من مسنده فجعلهما حديثا واحدا. فقال محمد بن اسحاق نهى عن محاقله المزابنه الا انه قد اذن لاهل العراي ان يبيعوها بمثل خرصها. طيب ما هو فيه حديث مثل هيك، بس هذا له من مسند ابن عمر ولا من مسند زيد بن ثابت. ما هو المسند ابن عمر؟ قال المسند ابن عمر حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن اسحاق هذا الحديث بس، غير محمد. قال روى ايوب وعبيد الله ومالك عن نافع، هذول ايش الثلاثه؟ ايش بنسميهم احنا لما يروى عن مالك؟ ماذا نقول؟ اوثق من روى عن مالك، وحديثهم ان اجتمعوا هو اصح حديث في الدنيا، ان اجتمعوا في روايتهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر. يعني لا يوجد، بل لو ان فقط مالكا روى عن نافع عن ابن عمر لكان حديثهم على قول البخاري هو اصح حديث في الدنيا، اصح الاسانيد على وجه الاطلاق، وعند غيره هو من اصح الاسانيد، هو اصح الاسانيد عن ابن عمر بخصوصه. واضح هذه الصوره؟ فيقول لك الترمذي مع مالك معك ايوب وعبيد الله بن عمر وكل هؤلاء من اوثقهم في نافع عن ابن عمر، وهؤلاء جعلوا الحديث من كلام ابن عمر من مسند ابن عمر وليس من مسند زيد بن ثابت. انتهت القضيه، نهى عن المحاقله والمزابنه من مسند ابن عمر. طيب وبهذا الاسناد يعني ايضا ايضا عبيد الله ومالك وايوب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، بس ما في القطعه الاولى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا، وهذا اصح من حديث محمد بن اسحاق. اذا اصح من حيث انه الحديث صحيح ولا مو بصحيح؟ على كل الاحوال الحديث صحيح، لكنه جمع الحديثين جعلهما حديثا واحدا، وهما حديث واحد لكن ليس من طريق ابن عمر ولا من طريق زيد بن ثابت. طيب ليش اهل الحديث بيدققوا على هذه القضيه؟ وهذا هو شغل اهل الحديث، طالما شغل اهل الفقه في استخراج واستنباط المسائل ومعرفة كذا، لكن اهل الحديث عملهم في ان ينقحوا النصوص وان ينقحوا الالفاظ، ما فعلوا ذلك يخونون الامه، هذا واضح. طيب يريد الامام الترمذي ان يستدل، فاستدل بانه هؤلاء رووا عن مالك بالشكل هذا ورووا عن مالك ايضا بالشكل الاخر، يعني بهذا الحديث جعلوا هذا من مسند ابن عمر وهذا من مسند زيد بن ثابت. طيب قال حدثنا ابو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريره، الآن حديث ليس من حديث لا ابن عمر ولا زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق أو كذا. هذا الحديث فيه ذكر المحاقلة والمزابنة ولا ما فيه؟ فيقول لك الحديث حتى من غير حديث زيد بن ثابت من غير حديث ابن عمر جاء مستقلا، فلا تستغرب أن يأتي الحديث مستقلا، ومع ذلك الحديث جاء أيضا يجمع بين اللفظين لكن من غير حديث لا زيد بن ثابت ولا ابن عمر ولا أبي هريرة. هذا هو الفصل
بين الأمور المختلطة. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن الحسين نحوه، يعني عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة بنفس اللفظ بدون ذكر المحاقل المزال. ويروى هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، كما ترون الحديث إيش إسناده عالي يعني قوي، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية بخرصها، وهذا بدون ذكر المحاقل والزمن. قال هذا حديث حسن صحيح، حديث أبي هريرة حسن، حديث حسن صحيح. إذن كل هذه الحديث التي ذكرها بالتفصيل حسن صحيح، وذكر حديث حسن صحيح فيما هو من أعلى مراتب الصحة فيشار إلى ذلك. قال والعمل على عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وهذا وهؤلاء الذين يعني كانوا يوصفون بأنهم أهل الحديث في ذلك الوقت، يعني لما قال قول أهل الحديث فيقصد بذلك هو قول مالك أو الشافعي وأحمد وإسحاق وهذا هذه الفئة من العلماء. وقالوا إن العراية مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له أن يشتري ما دون 5 أوسق، يعني للذي له اللي يتصدق بالعراية له أن يشتري فيما دون 5 أوسق، أو للصاحب العراية أن يشتري بنخله هذا الذي له ما دون 5 أوسق من التمر، يعني بيحصل على ما لا يجعله إيش صاحب زكاة. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد توسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون 5 أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. الآن هم لأنهم ما عندهم فلوس، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أصحاب ثمر في المدينة، الآن فقير واحد يقول له طيب يا أخي اشتري التمر بفلوس بنقود وانتهت القضية، صحيح ولا لا؟ ليش يشتريها بالثمر؟ قال والله أنا ما عندي لا أملك غير هالنخلة. إذن لا يملك أن يشتري إلا بالثمرة، أن يشتري الثمرة بالتمر بس، إذا ما عنده غير الخيار هذا فأجاز لهم. قال ترخص لهم فيما دون 5 أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا، فيأكلوها رطبا. الآن أحد الفريقين سيأكل تمرا والآخر سيأكل رطبا، اللي بيأكل رطب يتفكه بها وليأخذ تمر يعني يقتنيها ويدخرها ويقتاتها. ثم ذكر حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره في باب قال وباب منه، وكأنه يريد أن يفصل الباب مع أن المعنى واحد على صحة النسخة، مع أن المعنى واحد ليبين بانفصال هذا الباب أن هذا الحديث مختلف من حيث إيش أنه يجمع بين المسألتين وعن صحابي، يعني من مسند صحابيين رافع بن خديج ومن وابن عباس ولسهل بن أبي حثمة، نعم وسهل بن أبي حثمة. قال حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا. الثمر بالتمر أي المزابنة؟ طيب ما المشكلة في الأحاديث السابقة فيها ذكر محاقلة؟ على القول بإبقاء الحديث الأول تبقى مشكلة عند أهل الفقه وليس عند أهل الحديث طبعا، وهي قضية أنه هل يجوز بيع الثمرة بالحب على رؤوس السنبل عراية؟ في أحد يعري يقول والله لك كم، تبقى المشكلة مع إنهاء هذه المشكلة انفصل الحديث وصار هذا الحديث مستقل وهذا الحديث مستقل، وأما هذا الحديث ليس فيه الإشكال، هذا فيه فقط الثمر وليس فيه الحقل، ليس فيه الزروع وإنما فيه فقط إيش الثمار. نلحظ هنا أنه قال في هذا الحديث قال عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العراية فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، ويخرج بهذا الحديث مسألة العنب عن قضية القياس، إن بعض العلماء قالوا يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على التمر، هذا منصوص
وليس إيش؟ وليس قياسا، وعن كل ثمر بخرصه، فلا يدخل في ذلك الحرث. واضح الأمر هذا؟ واضح ولا ما هو واضح؟ خلي الرجال يأذن. ما في عراية في الزروع، لا دليل على العراية في الزروع. والحديث السابق اللي ذكره ابن إسحاق قال لك حديث هذا إيش؟ لا يصح الجمع بين الأمرين. بس المستثنى عن التنتين ما في دليل، ما يوجد أي دليل على أن الحقل يدخل في ذلك إلا حديث الحقل. والترمذي قال لك افصل بين الحديثين. أذن؟ يلا تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على قال لا تناجشوا. وفي الباب عن ابن عمر وأنس حديث أبي هريرة حديثا حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستهلك أكثر مما تسوى، وذلك عندما يخبره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضار من الخليعة. قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. لأن البائع غير الناجش. نعم. قال باب ما جاء في كراهية النجش. لو الإخوان اتأكدوا من هاتفكم حتى ما يظل ترن. ذكر حديث أبي هريرة. طيب النجش ما هو؟ النجش هو أن يبرز أحد الموجودين على بيع السلعة ثمنا لهذه السلعة أكبر من الثمن الذي تستحقه ليغري الآخرين بشرائها، ليجعلهم يشترون بأكثر مما تستحق إما أن يكون على اتفاق مع صاحب السلعة، وإما أنه يريد أن يضر بالمشتري. كيف يعني؟ واحد يبيع سلعة معينة، هذه السلعة تساوي 10 دنانير هكذا ثمن مثلها. فيجي واحد يريد أن يشتري، يأتي الناجش. هذا النجش في لغة العرب أصلها من تنفير الصيد من مكان إلى آخر حتى يكون أمكن لصيده، يعني يبعده من مكان ليذهب إلى مكان آخر يكون وبالتالي فهو يغرر به حتى يأخذ الشاهد بالكلام. فالناجش هذا يأتي إلى البيع فيكون مجموعة من الناس فيقف على البيع وينظر إلى السلعة. البائع الأصل لو سئل سيقول أنا أبيعها ب10 دنانير،
فيقول له هذه السلعة والله ما شاء الله يعني هذه تساوي 15، إذا بعتني 14 أنا أشتريها. إذا كان متفقا معه متواطئا مع صاحب السلعة يقول لا يا أخي أقل من 15 ما بتوفي معي. يقول له لا أكثر منك ما أشتري، السلام عليكم. تمام؟ فيبقى عنده بعض الناس ينظرون ليش تساوي أكثر. فبيجي واحد يقول له طيب أنا ما أتبعني إياها يا أخي 14 ماشي حالة، بيقول والله أنت وجهك سمح ما شاء الله عليك هي 14. فانغدر الرجال ما بيعرف ها، أو بيشتريها بال 15. إيش حصل؟ حصلت خديعة. فإما أن يكون الناجش نفع البائع وأضر المشتري لمصلحة البائع لا مصلحة نفسه، وإما أنه لمصلحة نفسه أي أنه متفق مع البائع. واضح الصور الموجودة هذه؟ طيب هذا محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش، قالوا لا تناجش. الثاني أيضا البائع وقع في المحرم وهو عاص إذا كان متواطئين على ذلك. المسألة الثالثة أن هذا البيع إذا كان صاحب السلعة يعلم بالنجش فإن للذي اشترى أن يرد المبيع وينفسخ العقد، وإذا كان لا يعلم بالنجش صح العقد. واضح؟ بشرط أن لا يكون قد وقع ضرر كبير على المشتري لجهله، لأن حصل حقيقة في التغرير به بسبب واحد آخر، وإن لم يكن صاحب السلعة الذي غرر، لأن صاحب السلعة علم من هذا الذي نجش أنه السعر أكبر من الحجم اللي ضربه، وأن هذا المشتري إنما اشترى بناء على التغرير، فهو وإن لم يتفق معه ابتداء إلا أنه أقر ما وقع منه في النهاية. الآن مثل هذه القضية الأصل أنه يبتعد عن هذا ويتعفف عن مثل، لكن لو حصل وقبل المشتري صح البيع ما لم يتواطأ عليه، إذا يصح البيع. أما إذا لم يقبل المشتري بالسلعة بعدما سأل عن سعر ثمنها عن سعر مثيلاتها فإن له أن يردها، ويلزم حينئذ البائع إذا كان يعلم بالسعر المختلف هذا فإن المشتري أن يرد هذه السلعة، مع الخلاف في هذه الصورة بين العلماء. العلماء اختلفوا في هذه الصورة، منهم من قال تلزمه السلعة والبيع صحيح مثل أبي حنيفة، والبيع صحيح والناجش آثم وانتهت القضية، وهذا قول قوي لأن البائع يبيع يزيد، ما المشكلة أنا أبيع أزيد في السلعة، يعني لا يلتزم، ما في شيء يلزم التاجر بمقدار من الربح، هذا قول قوي ومن ناحية الناحية الفقهية قوي جدا. لكن يبقى قضية رعاية مسألة أنه علم أن ذاك الرجل أراد النجش وإن لم يتوافق معه، وعلم أن المشتري وقع في الخديعة وأقر، فهنا إن قبل المشتري بقي أنه لم يتعفف عن ذلك لكنه مستفيد، وأما إن رد المشتري السلعة لأنه وقعت عليه الخديعة فهنا الموضع الذي ذكرنا أنه فيه خلاف بين العلماء. في إلا إذا قال لا خلاف، لا هذاك مسألة ثانية. قالوا في الباب عن ابن عمر وأنس، عن ابن عمر وأنس شاهدان. في الباب السابق ما ذكرنا الباب السابق إذن جميع الأبواب اللي إلى الآن كلها شواهد. طيب حديث أبي هريرة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. هسه الآن هذا ما في مشكلة، لكن الصورة اللي فيها الإشكال، قال النجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستامها فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء، يعني ما يريد هو يشتري فقط يضع السعر وثم يذهب، إنما يريد أن يخدع المشتري بمستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم في مصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش، هذا إذا لم يتواطأ. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجحان في الوزن. حدثنا عن نادر ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلست انا وغفران تشعبي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساورنا بصواريخ وعندي وزان يزن بالاجره،
قال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجع. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك وقال عن أبي صفوان وذكر الكذب. نعم، قال باب ما جاء في الرجحان في الوزن. الوزن لما كان يكون في كفتين، لو أنك يعني وضعت في الكف في إحدى الكفتين الوزن وفي الأخرى السلعة، كيف يمكن أن يكون لسانا الميزان متساويين؟ هذا الأمر يكاد يكون محالا، بحيث أنه لو أخذ حبة بندق صغيرة تضعها في الميزان يرجع، ترفع الميزان يرجح الوزن، تضعها في الميزان يرجح السلعة، صحيح ولا لا؟ أو تضع مثلا حبة عنب أحيانا، أو فضلا عن الأشياء التي تكون أكبر من ذلك، فماذا تفعل؟ ترجح السلعة وليس الوزن. ليس المقصود الترجيح يعني والله خلي الميزان يضرب بالأرض، لا، وإنما المقصود الفرق بين الرجحان وبين صورة أنه ينزل الميزان واضح. أنه عندنا الميزان يصعد وينزل، ماذا أفعل؟ أرجح السلعة، بس هذا المطلوب، هذا المقدار المقصود بالرجحان. ثم ذكر حديث سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا اللي هو قماش، نوع من القماش من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فسوانا بسراويل، يعني هو معه سراويل، سراويل يعني اللي هو اللي مثل كيف البنطلون الآن، بس هذا بيكون واسع واسمه سراويل، يجمع على سراويلات مش سروال وسراويل، لا سراويل وجمعه سراويلات. طيب إذن السراويل الواحد ما في مشكلة في التسميات الحادثة يعني تغيير، لكن هو الواقع أنه لما يمر معنا حديث فتساومنا بسراويل فتظنون أنه سامه بمجموعة مجموعة سراويلات، لا هو سامه بسراويل يعني واحد. وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان، الآن هذا موضوع ثاني، الوزان يزن الأشياء الموزونات، فقال له زن وأرجح، يعني لما تحط الوزن لا تجعل الوزن اللي هي الأوزان اللي هي المعادن هذه توضع الوزن أثقل، اجعل السلعة اللي هي للمشتري أرجحها، زن وأرجح، الحديث صحيح. الآن كلمة أنا ومخرمة، كان في نسخة وإيش مخرفة ولا إيش نسخة ثانية؟ في مخرفة إيه، بس هو مخرمة الظاهر والله أعلم. طيب قال في الباب عن جابر وأبي هريرة كلاهما شاهد. إلى الآن كل الأبواب التي مرت حديث سويد حديث حسن صحيح وأهل العلم يستحبون. طيب ليش قال سويد، ليش ما قال المخرمة معه؟ لأن الراوي هو سويد، المخرمة ما تدخل بالموضوع. حديث سويد حديث حسن صحيح وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، يعني بناء على عمل هذا الحديث. قال وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث. طيب طبعا أبو صفوان هو نفس سويد بن قيس، يعني ما تغير، بس الفرق أنه هذا الراوي رواه باسم بكنيته وذاك رواه باسمه. الآن بعض يعني مثلا المحقق قال حديث حسن، والسر في أنه قال حديث حسن لأن الحديث من حديث من؟ سماك بن حرب، وشيخنا يقول حديث صحيح، وليس لأن الحديث له شواهد، لكن نحن قلنا قاعدة سماك بن حرب إذا كان من رواية سفيان أو شعبة عن غير عكرمة إيش بيكون؟ صحيح. وإذا كان من روايتهما عن شعبة عن عكرمة فهو حسن، أو من رواية غيرهما عن غير عكرمة فهو حسن، وأما رواية غيرهما عن عكرمة فهي رواية مضطربة ضعيفة. إذن هذه أحوال مختلفة. إذن هذا الحديث صحيح ولا حسن؟ صحيح. صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.